تعقد اليوم اجتماعها السنوي الثالث في إطار علاقتها بمخاطبيها الدائمين لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، وهي مناسبة نحاول من خلالها أن نبلور علاقات تعاون جديدة مع الإدارات المعنية بتظلمات المرتفقين. ويمكن أن أتحدث في هذا الشأن على ثلاث مرتكزات أساسية. المرتكز الأول هو المتعلق بتشخيص الوضعية الراهنة. المرتكز الثاني هو المتعلق بإتاحة فرصة أكبر للتواصل. والمرتكز الثالث هو استشراف مستقبل هذه العلاقة. نحن الآن من هذا الاجتماع نقول بأن خدمة المواطن هو عمل مشترك بين مؤسسة وسيط المملكة وشركائها من مختلف الإدارات المعنية بالتظلمات. شكرا. تجاوب الإدارات مع هذه، قلت بأن هناك تجاوب يعني ملموس متطور، بحيث أننا وصلنا هذه السنة أو سنة التقرير 2020 إلى ما نسبته 93% من تنفيذ التوصيات بالمقارنة مع التوصيات الصادرة. إذن هي نسبة جد محترمة. نرجو ونأمل أن نسير في هذا المنحى من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات المؤسسة. طبعا لا نتحدث عن المتراكم، لدينا متراكم من التوصيات التي لم تصل بعد إلى التنفيذ، خاصة التوصيات القديمة، لكن يظهر أن هناك تفاعل جد ملموس في هذا الشأن.